أسباب فشلك في البرمجة. في الجافا سكريبت أقول لك الجافا سكريبت صعبة، الجافا سكريبت لا مش لذيذة، طب حبة وانت أصلا معكش، فدي مشكلة بتواجهك وممكن تسبب لك الفشل بعد كده. طب ما كل الناس داخلها عشان فلوس، امال انا داخلها يعني عشان سواد عيونها؟ بقول لك يا ابو الصحاب انا رايح اخد كورس سي اس 50 في مكان كده. يطلع ايه كورس سي اس 50 ده يا صاحبي؟ كورس سي اس 50 ده يا سيدي لو انت عايز تتعلم برمجه وانت مبتدئ خالص. طب ولا بقول لك ايه، انا سمعت ان السي اس 50 ده اي كلام واي هري بيتقال وخلاص، لكن الصح ان انا ابدا بسي بلس بلس، حتى كل الجامعات بتبدا بسي بلس بلس يا ابني. لا سي اس 50 هو اللي كده. طب انا سمعت فيديو على اليوتيوب بيقول لك ان بايثون هي احلى حاجه تبدا بيها كبرمجه عشان السي بلس بلس صعبه، وانا متشتت يعني. هو حد قال لي سي بلس بلس زي الجامعات ما بتقول، وحد قال لي ان بايثون. يا ابني لا، هي سي اس 50 وبعدين تاخد الجوريزمز وتاخد بروبلم سولفنج والحاجات دي وهتبقى زي الفل. تحيرتني معاك، انا شكلي هبدا بلغه برمجه HTML. وات بيقولوا عليها لغه جامده وزي الفل. كذاب كذب الابل. هتيجي معايا السي اس 50 من سكات ولا شوف حد غيرك وانت مش نافع ومش هتتعلم برمجه في سنتك؟ بقول لك يا ابني انت وهو محدش هيتعلم هنا، وانتوا هتفضلوا فاشل طول عمركم. بتضايقك يا فاشل؟ طب يا فاشل يا فاشل تعصبك يا فاشل؟ اه متعصبك يا فاشل يا فاشل. ويجي هنا السؤال الاهم، هل ابدا بسي اس 50 ولا ابدا ببايثون ولا ابدا بسي شارب ولا ابدا بسي بلس بلس ولا ابدا بايه بالظبط؟ وهل لازم اتعلم حته الخوارزميات وهيكل البيانات؟ وهل لازم اكون بروبلم سولفنج شاطر ولا لا؟ اسئله كتير كده بتيجي في دماغ اي حد مبتدئ، وزي ما شفنا في الانترو المبتدئين بيشتتوا بعض وبتبدا الدنيا تتلخبط معاك. عايزين نعرف بقى ازاي نظبط الدنيا بالنسبه لك، وايه اسباب اللي ممكن تخليك تفشل في مجال البرمجه وما تتعلموش. فاهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده من يوميات مطور مواقع. مبدئيا كده لغه ال HTML دي مش لغه برمجه، انسى وانسى انك تبدا بالبدايه خالص HTML و CSS. هتيجي تلاقي نفسك في الجافا سكريبت البيست في وشك، فما ينفعش تبدا برمجه كمجال بال HTML و CSS، انسى حاجه زي دي. عشان زي ما قلنا هتيجي في اول الجافا سكريبت والناس بعد كده تقعد تقول لك الجافا سكريبت صعبه، الجافا سكريبت لا مش لذيذه. ما بص، هي الجافا سكريبت اللوجيك بتاعها ملخبط كده خلقه، فلازم تكون متاسس برمجيا صح عشان تقدر تدخل مجال الويب. ما ينفعش تدخل مجال ويب مثلا من قبل ما تكون عارف اصلا برمجه. فتعلم برمجه الاول وزي ما هنشوف دلوقتي، وبعد كده خش براحتك في ال HTML وال CSS جافا سكريبت وجيكويري وبوتستراب والليله الكبيره دي وبي اتش بي بعد كده ومثلا ASP او اللي انت عايزه. هيجي السؤال الاهم، طب ابدا بسي اس 50 ولا ابدا بلغات برمجه عاديه؟ هي من وجهه نظري السي اس 50 حاجه كويسه، يعني سي اس 50 كورس بياخدك كده من ايدك يعلمك اساسيات كويس، بس مش هو افضل الخيارات. بتقول ايه؟ يعني هو برده مش فروم سكراتش 100%. يعني عاوز تبوظ شرع ربنا. الكورس الاجنبي اللي موجود اونلاين ومجاني على فكره، مفيش حاجه اسمها تروح تاخده في مكان والكلام ده كله، كورس مجاني وموجود على النت، متوفر على يوتيوب بالعربي ومتوفر على موقع EDX بالانجليزي، طبعا الشرح الاساسي اللي في جامعه هارفارد، هو حل كويس، لكن هيحتاج تكون عندك بذره البرمجه. اما من حيث انك تبدا بسي بلس بلس ولا بايثون، زي ما قلنا لو انت مش عايز تاخد كورس السي اس 50 او شايفه مش لذيذ او الشرح مش عاجبك وعايز تبدا انت مع نفسك في لغات برمجه، في هنا مذهبين. المذهب الاول يقول لك سي بلس بلس عشان لغه صعبه واللغه الام وفيها اوبجكت اورينتد، فيها تفاصيل كتير هتعلمك اساس معظم اللغات اللي جايه، وانا كنت مع المذهب ده لفتره كبيره. بعد كده بايثون طبعا لغه سهله، لغه سريعه جدا في الكتابه والكلام ده كله، هتلاقي الدنيا لذيذه. فهي سي بلس بلس لغه صعبه بالفعل، لو انت مستصعبها قوي ممكن تبدا ببايثون كده بس تاخد فكره عن البرمجه سريعا، بس لازم تاخد الاساس الكور بالسي بلس بلس. لازم طبعا تتعلم خوارزميات وهياكل بيانات حتى لو مش هتشتغل بيها حرفيا، بس لازم دي بتنمي عندك حته البروبلم سولفنج. البروبلم سولفنج بالمره هو مش اساسي انك تتعلمه وتتقنه وتحل اي مشكله برمجيه، لكن في نفس الوقت ما ينفعش تبقى مش متعلم بروبلم سولفنج لانك هتقع في الحته
او في حاجة من اسباب الفشل اللي هنقولها كمان شوية. فيعتبر احنا كده وضحنا ازاي تبدأ باختصار، ازاي تبدأ دي ممكن تبدأ CS50 ما فيش مشكلة، ممكن تبدأ بلغة زي بايثون بداية بسيطة ما تدخلش في اعماق كتير، بس اتعمق بعد كده بسي بلاس بلاس. بعد كده حدد لنفسك مجال، عايز مجال الويب زي ما قلنا بقى ابدأ السكة من اولها HTML CSS جافا سكريبت وكمل المسار، او تكمل مجال موبايل مثلا تبدأ تتعلم دارت بعد كده تتعلم فلاتر مثلا او تتعلم اي حاجة سويفت مثلا، ممكن تتعلم اي لغة. عايز تدخل مجال الديسكتوب معاني ما رشحه لكش خالص، بس انت عايز حابب حاجة زي دي، عايز مجال الجيمز وطبعا ما رشحه لكش لان مفيش شغل في مصر للجيمز غير لو انت هتصمم العاب بنفسك وتبيعها بعد كده، فاختار المجال اللي انت عايزه مفيش مشكلة. نيجي بقى لاخر جزئية وهي اسباب فشلك في البرمجة، ايه اللي يخليك تفشل؟ اول حاجة لو انت دخلها عشان الفلوس فقط، خليني بس اقول طب ما كل الناس دخلها عشان فلوس، وما انا دخلها يعني عشان سواد عيونها؟ لا، هو طبيعي ان انت تدخل عشان الفلوس، بس ما تبقاش هي الهدف الوحيد قدام عينيك. ما لو الهدف الوحيد قدام عينيك مثلا التمثيل، هتعمل تمثيليات فاشلة او افلام فاشلة، وفي الاخر مش محدش هيشوفك ولا حد هيحبك ولا حد هيسمعك، لان انت مالكش مثلا موهبة في حاجة زي دي. فمش كل حاجة تاخدها قدامك هي الفلوس فقط، دي اول نصيحة. لازم تكون حاطط الفلوس قدام عينك لكن مش هي كل حاجة، لازم يكون عندك موهبة البرمجة. موهبة البرمجة دي هي البروبلم سولفينج، لازم تكون بتعرف تفكر تفكير برمجي. وعشان كده انا قلتك لا تكون محترف بزيادة او فيها، لانك هتتعب نفسك على الفاضي في بروبلمز يعني انا شايفها مش هتبقى بتحاكي الواقع بشكل كامل. في نفس الوقت ما ينفعش تبقى مثلا لو قلت لك طلع البرايم نمبر او الاعداد الاوليه، ما تعرفش تطلع الاعداد الاوليه، دي طبعا حاجه من ضمن الخوارزميات البسيطه. او مثلا رتب لي الارقام اسندنج او ديسندنج، تصاعدي او تنازلي، ما تعرفش تعملها وما عندكش الفكره انك تعملها ازاي. لازم الحاجات دي طبعا تكون اساسيه معاك عشان ما تفشلش. طبعا من ضمن الاسباب اللي ممكن تفشل فيها برمجيا ان انت تكون سمعت كذا راي وتشتت، دخلت زي الانترو كده، دخلت مجال الويب حبه على مجال الموبايل حبه على مجال الديسكتوب حبه، وانت اصلا معكش بيزكس قويه، فدي مشكله بتواجهك وممكن تسبب لك الفشل بعد كده. رابع نقطة، لو انت بتقاوح انك تدخل المجال بالعافية، ممكن ما يكونش مجالك عادي، يعني خدها ايزي كده، ما تاخدهاش عافية ان انت لازم تنجح في المجال ده. ممكن تنجح في مجال تاني ويكون هو مستقبلك اللي فيه عادي، ما فيهاش مشكلة، مش عشان هو بيقول انه فيه فلوس يبقى خلاص تجري عليه وتقبض بقى، ويعني لازم تدخل مجال انا دماغي كده هو هدخل المجال ده عادي. يعني ممكن ما يبقاش هو مجالك وما تبقاش انت يعني عارف توصل لليفل عالي فيه، في نفس الوقت ده مش ممكن ما يبقاش سبب فشل، عادي انك تغلط مرة واثنين وثلاثة وما تعرفش الكود ده مرة واثنين وثلاثة. طبعا من ضمن الحاجات اللي هي هتفضل معاك وهتسبب فشلك وهي اللي ممكن تسبب المشكلة اللي احنا لسه قايلينها دي، هي ان انت ما تدورش. مشكلة ان انت ما بتدورش، ما مش بتعمل سيرش، هي دي اكبر مشكلة هتواجهك كمبرمج. لازم تدور بنفسك على الكود، لازم تحل انت المشكلة بنفسك، ما تقعدش تقول انا هروح لمعيد كذا، ما تقولش انا هروح لمثلا المطور ده التيم ليدر بتاعي، دور انت بنفسك، اتعب نفسك شوية. وطبعا حتة حب اشوف او تهمل الكود فترات وترجع له فترات، حتة الاهمال والرجوع ده او ان انت الحتة دي صعبة لا انا مش هتعلمها خلاص حب اشوفها بعدين، الحكاية دي هتكون من اكبر اسباب فشلك في مجال البرمجة برضو. وبس كده يا شباب، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وافادكم. لو عجبك ما تنساش تديني احلى لايك، وما تنساش تشوف الحلقات والحكايات والكورسات اللي فاتت، تستنى الحلقات والحكايات والكورسات اللي جايه، واشترك في القناه عشان ما تبقاش من الهواه.